الذكر يطرد الشيطان ويقمعه، ويرضي الرحمن ويدني منه، يزيل الهم والغم عن القلب، يجلب الفرح والغبطة، يقوي القلب والبدن، ينور الوجه والقلب، يجلب الرزق، يكسو الذاكرة المهابة والحلاوة والنضرة. يورث الذكر محبة الله التي هي روح الإسلام ومدار السعادة والنجاة. الذكر يطرد الشيطان ويقمعه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس، أي تراجع. ولهذا سمي الشيطان بالوسواس الخناس. الذكر يخنسه، أي يبعده عنك. فعن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما عمل آدمي عملاً قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. وفي الاشتغال بالذكر اشتغال عن الكلام الباطل من غيبة ونميمة ولغو ومدح وذم، فإن اللسان لا يسكت البتة، فإما لسان ذاكر وإما لسان لاغ يتكلم اللغو. وقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. فالنفس إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر، والقلب إن لم تسكنه محبة الله سكنته محبة المخلوقين، واللسان إن لم تشغله بالذكر شغلك باللهو. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. أيها الإخوة الكرام، روى الإمام مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. كيف لا وقد ورد الذكر في 300 آية في القرآن الكريم؟ كل هذه الآيات تؤكد أنه ينبغي أن يدور الذكر مع الإنسان في كل شؤونه وفي كل أوقاته وفي كل حالاته وفي كل أطواره، لأن الذكر عبادة القلب، الصلاة عبادة الجوارح، لكن الذكر عبادة القلب، بل إن الصلاة من أجل الذكر، وأقم الصلاة لذكري. أيها الإخوة، لأن الذكر يدور مع الإنسان في كل أحواله وشؤون حياته، يجب أن نتعرف ماذا تعني كلمة الذكر. فمن الذكر أن تذكر الله في آياته الكونية. هذا الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام
قرآن يمشي. فمن الذكر أن تذكره في آياته القرآنية، ومن الذكر أن تذكره في آياته الكونية، ومن الذكر أن تذكره في نعمه الظاهرة المعروفة والباطنة المصائب. وقال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ما من شدة تساق للمؤمن إلا وراءها شدة إلى الله، وما من محنة تساق للمؤمن إلا وراءها منحة من الله. لذلك قال العلماء: النعم الباطنة هي المصائب للمؤمن. طبعا ومن الذكر أن تذكره لعباده معرفا، ومن الذكر أن تذكره في قلبك وفي لسانك مسبحا وحامدا وموحدا ومكبرا، ومن الذكر أن تذكر ربوبيته وأن توحده في أحوالك كلها وأطوارك جميعها، ومن الذكر أن تذكره ذكرا كثيرا، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ليطمئن قلبك ولينجلي همك ولينشرح صدرك وليتسع رزقك ولينصرك الله على عدوك. أيها الإخوة، ورد الذكر في القرآن الكريم على عشرة أوجه، منها الأمر به مطلقاً: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً، الأمر به مطلقاً. ومن هذه الوجوه النهي عن ضده. ما هو ضد الذكر؟ الغفلة. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. قال بعض المفسرين: نسيانهم لله عز وجل هو سبب نسيانهم لأنفسهم. بل ما من عطاء يناله المؤمن من ربه أعظم من أن يذكره الله عز وجل، وذكر الله للعبد جزاء على ذكر العبد لربه. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وإذا ذكرك الله عز وجل منحك الطمأنينة، منحك الأمن، منحك الحكمة، منحك الرضا، منحك التوفيق، منحك التأييد، منحك الحفظ، منحك النصر. أيها الإخوة، ذكر الله غاية الغايات وعلة العبادات ومآل الطاعات، لذلك جعله الله أكبر من كل عبادة وأعظم من كل قربة وغاية كل عمل. قال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحداً.